المسألة إثبات أن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة. كمال الحيدري عامل ضجة، لو قلت أن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة أصبحت مجسما، أصبحت تجعل لله حدا. طيب يا أخي اقرأ كتبك، اقرأ كتبك فيها أن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة. طيب هذا في تفسير نور الثقلين للحويزي، العروسي الحويزي، هذا المجلد رقم 2. نعم. طيب ماذا يقول فيه؟ اسمع إلى هذه الرواية، الصفحة شيخنا، الصفحة 500 المجلد الثاني. قال: وفي حديث طويل عن أمير المؤمنين يقول فيه: وقد سأله رجل عما اشتبه عليه من الآيات، وسأل موسى وجرى على لسانه من حمد الله عز وجل: ربي أرني أنظر إليك، فكانت مسألته تلك أمرا عظيما، وسأل أمرا جسيما فعوقب، فقال الله تبارك وتعالى: لن تراني. قال: في الدنيا حتى تموت فتراني في الآخرة. طيب، إذن المؤمنون سيرون ربهم في الآخرة. إذن الحيدري مجسم بناء على ولابد أنه يعتقد بهذا الكتاب، لأنه مرجع. ما يعتقد بهذا الكلام. طيب هذا الكلام يعني صاحب الكتاب هذا لما نقل الرواية أن المؤمنين يرون ربهم قال: حتى فتراني في الآخرة، هذا كفر؟ يعني سبحان الله، أصبح القرآن الكريم عندهم كفر، الذي يقول الله سبحانه وتعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، إثبات أن المؤمنين يرون ربهم.